قرا لي في النور. وقعدوا يا جماعه. إن السلاسة والسرعة التي ميزت تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركاء المشروع شهر أفريل 2024 ما هي إلا دليل على الجدية والأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لمسألة ترقية الاستثمار من أجل إنتاج الاحتياجات الوطنية من المواد ذات الاستهلاك الواسع وتقليص الواردات، إضافة إلى أنه ثمرة الشراكة المميزة التي تجمع بين الجزائر ودولة قطر الشقيق وكذا قادة الدولتين. أن أقف أمامكم بهذه المناسبة لأؤكد أن العلاقات القطرية الجزائرية تشهد اليوم زخما وحركية ونوعية كبيرة ومتميزة تجسدت عبر مسار من الزيارات المتبادلة والتعاون المتنامي والمثمر أرساه حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة حفظهم الله. ضمن رؤية مستقبلية رشيدة وواعدة تستمد قوتها من العلاقات الأخوية القوية والراسخة والوثيقة التي تجمع قادة البلدين الشقيقين. لطالما حظيت المشاريع القطرية لدى القيادة الجزائرية بالعناية اللازمة والاهتمام والمتابعة الدائمة، وقد قامت الحكومة الجزائرية بإدراج هذه المشاريع ضمن استراتيجية الدولة لإعادة بعث التنمية الشاملة في البلاد، ولذلك فهي تحظى بمتابعة وثيقة من القيادة الحكيمة. إلاق الأعمال التمهيدية للمشروع الأول من نوعه الذي تنفذه شركة بلدنا القطرية بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار لإنتاج الحليب المجفف، وذلك في غضون 4 أشهر فقط من توقيعنا لاتفاقية التنفيذ مع الحكومة الجزائرية الموقرة ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. نحن اليوم في صحراء ولاية أدرار لبدء حفر الآبار الاستكشافية اللازمة لدراسة طبيعة المياه الجوفية ووضع آليات مبتكرة للحفاظ عليها لتغذية المشروع الرائد الذي يشكل علامة فارقة في إطار التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين دولة قطر وجمهورية الجزائر.